يا ذبيح يا حسين يا غريب يا شهيد. هيا هيا تحرك، كم أنت بطيء. ما لك أخي سراج تحدق هكذا؟ أختاه يا ليا، أتأمل هذا الموقف بين هذا العامل وكفيله وهما يتشاجران. انظري. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتعلمي أختاه أن هذا المشهد ذكرني بالإمام الحسين وأحد كفلائه؟ من تعني؟ أسلم التركي. ومن هو يا ترى؟ هو شاب من صفوة الأتراك. تعالي معي لحديقة المنزل لأكمل لك بقية القصة يا ليا. شكرا لك يا أماه. لا، وقهوة تركي أيضا. هيا هيا أكمل لي القصة عن أسلم التركي. يا ليا، أسلم بن عمرو غلام من تركي الديلم قرب قزوين، وقد كان قارئا للقرآن. تركي ويقرأ القرآن؟ نعم، وقد قربه حبه لأهل البيت أن يكون من أنصار الحسين عليه السلام. وماذا تعرف عنه أيضا؟ شوقتني لمعرفته. أيها الغلام، أريد أن أشتريك من سيدك. إني يا سيدي غلام تركي وأجيد الكتابة. فنظر الإمام له نظرة الأولياء. جعلتك كاتبي لبعض حوائجي. ليتك يا ليا رأيت أسلم في كربلاء. وماذا صنع؟ لقد تقدم أسلم إلى الإمام الحسين يستأذنه في القتال. سيدي ومولاي، ائذن لي في القتال. قد وهبتك لولدي. أراد الإمام الحسين بذلك أن يخيره بين بقائه مع الإمام زين العابدين كي لا يختار القتال بين يديه. وما فعل أسلم؟ ذهب للإمام السجاد حالا. سيدي، استأذنت أباك فوهبني إياك، وأنا أسألك أن تأذن لي في البراز مع القوم. وأنا أعتقتك، فأنت حر لوجه الله. أختاه، نزل أسلم المعركة وقاتل قتال الأبطال، وأعياه الظمأ وأحاط به الأعداء وطعنوه، فسقط صريعا على رمال كربلاء. فجاءه الإمام الحسين ودموع الإمام تنهمر، ورفرفت روحه حين اعتنقه الإمام وفاضت روحه. كم هي قصة مؤثرة. سأذهب للعامل وأعتذر منه، وشكرا لك. من كل حجر من كل مدر يتجار دم، قرباني لك من تحمل قصة ألم.